شباب شباب أبسأل سؤال اللي يجاوب عليه بيختار الصندوق. لا لا الدور عندك. اصبر اصبر. لا لا عنده الدور. اصبر يلا انا كذا حر بكيفي. لا صورة بعمر طماطيس اين تنطق؟ في اي فيفا؟ في فيفا في اليمن. لا يا حبيبي صح يا صح. وليد اختر. وليد واللي اعطاك السؤال انا شفت كنت غشش تقول له فيفا. وليد صح على وليد. والله انا وليد. ما بختار اختار اختر وليد. بس توكل على الله يا رجال. امور يا رب المنتجات يا اخي. يا رب المنتجات وليد. يا رب المنتجات فكاش. يا ابو عمر وضعه النفسي ترى. الله يا وليد. شوف انا اقول فكر. لا فكر وليد. شوف عندك وليد انتبه. 3 و4 وش الارقام اللي عندك وليد؟ انتبه انتبه. شوف يا وليد 3 و4 وش حاط عينك عليها انت الاول ولا الثاني؟ وليد شوف يا وليد ابو عمر هذول اعتبر نفسك في بيتكم. يا عندهم امك الله يحفظها. لا يا ولد احد يحب الاخي ما يحب نفسه. مين هذه لنا متعب؟ يا غشاشين يا متعب الفريق الاصفر. وشو لا تغشون. ما ادري والله ما ادري يا شباب. اي وليد يا دي خرب. خله يلا هات هات. بسم الله بسم الله بسم الله. راح هات واحد وليد. واحد خاف. والله اني خايف. هات صندوق. يلا هات صندوق. والله اني خايف. اختبر الرقم. هات أربعة. يلا هات أربعة. بسم الله فيها سحر. هات والله اني خايف. هات أربعة. أمي تسلم عليكم تقول عطونا طماط. روح سوي رياكشن بالله أبو عمر. روح سوي رياكشن. تعال يا أبو عمر يا حبيبي. راح سوي رياكشن يا أبو عمر. يا جماعة والله الرجل هذا اني أحبه حب شديد. الله يحبك يا أخي. والآن نكشف لكم ما في الصندوق. إنه يا وليد مصيبة كبيرة لقد وقعت على أم رأسنا بمناسبة يوم اللغة العربية. الصامت بدل ما صوت. والله نرمي على الصامت على الصامت. يلا 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 يا وليد. يلا هات الكمامة. اي دحين كيف حنعمل في حياتنا؟ تمثل ولا مثل؟ يلا من اللي بيمثل؟ تعال امسك مثلك. ها امسك. تمثل ولا امثل يلا. يعني انت اللي يا اخي كمام براحتك. يلا تعال البس كمامة. شوفها عادي عادي. واقول لك شيء طيب. شوف كمامة جديدة. جزاك الله يا سامي. بارك الله فيك. روح عادي. لا اله الا الله. شوف يا وليد لا تشيل هم. فالك البيرق طال عمرك. انا دائما ان شاء الله باذن الله انا متفائل بالمئة باذن الله. يلا بسم الله وعلى بركه الله متفائل بالمئة. ستاند باي جاهزين. شوف 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 لا 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 ما بطل. بس نرجو الهدوء يا شباب. شباب اي واحد يتكلم بالله يشوفوا الفريق الازرق كيف بيمتعكم ويبدعكم الان. لو سمحت يا ابو عبد المحسن ابو عدي ابو عبد الله جالسين يلعبون بلاي ستيشن. جميع الفريق الاهاني يعني صح. كلكم ماسكين جوالاتكم. وين جوالي ممنوع. وين جوالي يقول كم؟ خمس درجات. خلي يشوف خليه يركز زين. خمس وين نقاط. جوالي طيب بسم الله بسم الله. كم التايمر اللي معنا؟ التايمر 60 دقيقة 60 ثانية. يلا يلا متى بروح كذا شوية بس. ايوه استعن بالله وليد. يلا كم واحدة هي كم كرت يعني؟ هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمس كلمات. خمس كلمات. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله. إحرام مكة طواف سعي سعي رايح جاي ذهاب وعودة صفا ومروة. الثاني عطسة برتقالة فاكهة فندي يوسف فندي فواكه. ألو إيه البرتقالة. أيوة تقشير برتقال تقطيع برتقال سلطة بفواكه. سلطة بفواكه. خش على اللي بعده. شو راح تسوي أنت؟ بسم الله إيش هذا؟ تدفى ها تدفى جمر حطب حطب حلو. يلا خش على اللي بعده. مين ده؟ الكنترول. طيارات في الهواء فراشات ناموسات بعوضات صواريخ العاب نارية. الله 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 ال
دقيقة شباب شباب صالح مرتين تكلم قال لا معلش مرتين تكلم معلش فيه تنبيه من الكنترول في واحدة انتظار عشان تايمر في الأخير والثانية فيها صوت وليد طلع صوت بنراجعها بس ثنتين طلع اي بنراجعها لا ما تكلم قال لا ما كان قصده قال لا ما كان يقصد دقيقة وش الصوت لا دقيقة ترى خلصته قبل الوقت يا اخي عادي لا 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 دقيقة شباب كأنك قال كذا دقيقة اسم اللعبة ايش؟ عصامت عصامت يعني ما تطلع ولا صوت صحيح لما واحد يقول تين طع ما قال طع ايش معنى هذا؟ ما قال طع بس قال ايه ولا قال لحظة ولا قال تين قال تين واحدة الشمراني مرة فعل الصامت طلع اصوات كثير يا اخي ما كان صالح القائد لو كان صالح القائد كان دقيقة يا جماعة لا احد يجي عندي كل واحد مكانه والله بذلنا جهد فراغ بساعدكم خلاص خل ملفك عندنا هنا يلا لازم افتح خويي يلا شباب شباب دقيقة خلص انا بسألكم سؤال تفضل وجاوبوني بحقه حقيقي نعم الشمراني قد طلع صوت زي كذا ومشت ارجع للفار قبل ثلاث ايام لحظة ايه طيب استاذ صالح ها تفضل اخوي فرض هب ان الشمراني طلع صوت في حلقة من الحلقات هل كنت انت القائد؟ صح اقنعتني انت ملتزم بحلقاتك تفضل هذا غلط ترى على البرنامج معليش تفضل كلمة ذي الآن طيب عشاني ملتزم الله يثبتنا أنا أقول صالح في قرارك لا دقي تفضل في قرارك خذ بعين الاعتبار احتفالية أبو عمر طيب عشاني لا صدق يا جماعة في قانون وفي روح القانون تعرف في النخل في سوسة حمراء منتشرة تجي سوسة حمراء في النخل انتبه لها طيب اسلم طيب في القانون القانون يقول أنه على الصامت وروح القانون يقول حتى بدون أي صوت المفروض بدون أي صوت لذلك انا اسف كم اخذتوا هنا انتم 90 وكم اخذتوا انتم 100 100 واليوم الفريق الازرق ياخذ كم 100 ما وزعنا بالكوم مثل اليوم اكثر من دقيقه يا اخوان دقيقه يا اخوان تفضل صالح لحظه شوي تفضل شوف ترى المهاجمين اللي يلعبون لحظه شوي يتمرنون مرتين واحده قبل ما يجي الهدف وفي واحده تمارين خاصه اذا جاك الهدف ايوه بما انك جبت اللاعبين وده فسخ السديري مرتين كل مره كرت اصفر يعني الان طرد طيب سامي والله ابو عمر كم مره مرتين انا قلت لك السوسه الحمراء انتبه لها بس السوسه الحمراء انتبه لها طيب دقيقه انا عندي راي